سنة مضت على اغتيال النائب محمد البراهمي لتعود هذه الجموع إلى ساحة المجلس التأسيسي إحياء للذكرى وللمطالبة بالبحث عن الحقيقة. الأداء الأمني فيما يتعلق باغتيال زوجي هو صفر على الشمال وصفر على اليمين، لأنه هما مصرين على أن يظل التقدم في القضية يساوي صفرا. هذاك علاش ما هماش مستعدين يتقدموا فيها حتى طرف، ولو كان جاء حاجتهم لكشفت الجريمة منذ ساعات. شحذ الهمم ورفع المعنويات كان من أبرز الرسائل التي سعى المشاركون في التظاهرة إلى إيصالها ردا على الجماعات المتشددة. أعتقد أن نحن نقول أن الهزيمة ممنوعة في هذه المرحلة، انكسار إرادتنا وانخفاض معنوياتنا معناها خط أحمر وممنوع. نحن سنقاوم بكل ما أوتينا من قوة من أجل دحر هؤلاء. الشعب التونسي أعتقد أنه مثل ما استطاع أن ينجح الثورة، ومثل ما استطاع أن يزيح الدكتاتورية الثانية، ومثل ما استطاع منها أن يتوحد في 25 جويلية، قادر على أن يزيح منها كابوس الإرهاب وأن يطرده بعيدا عن تونس. الأغنية الملتزمة سجلت حضورها على هامش التظاهرة لتقدم رسائل فنية لا تقل أهمية عن الخطب السياسية. الأغنية هذه هي ملك للساحة الديمقراطية الواسعة، وهي اليوم تطمح باش توصل للرأي العام الواسع اللي مش بالضرورة معني بخطاب معين. اليوم هي تخاطب وعيا، هي تثير فيه أسئلة اللي احنا معناها يهمنا جدا أنها توصل أوسع الناس. لأن نجح الحراك الذي تلا اغتيال البراهمي في تشكيل جبهة الإنقاذ والدفع باتجاه تنحي حكومة الترويكا، فإنه اليوم يبحث عن إيجاد ديناميكية جديدة قبل أسابيع من بدء الحملة الانتخابية. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، تونس.